اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الحلقه، نجم الكبير كابتن محمد يوسف. ازيك يا جو؟ ازيك يا سلام منور حبيبي، والله منور وحشني كتير. ومشرف وسعداء جدا بوجودك معانا النهارده. الله يخليك. طبعا سعيد طبعا ان اكون في بيتي طبعا وفي قناه الاهلي، دي ليها ذكريات معايا يعني اول ما دخلت الجروب كله والاستاف كله، بصراحه الواحد جدا. وطبعا ان انا اطلع معاك وانت الله يعني يخليك اخ جميل ولاعب، الله يخليك فعلا وطبعا بقى دلوقتي مجال الاعلام ما شاء الله ماشي ربنا يخليك بشكل يعني بحييك جدا، وربنا يوفقك ويكرمك ان شاء الله. ربنا يخليك يا جم، يعني منور طبعا ومشرف، وكل جمهور النادي الاهلي النهارده مستني حلقه، لان احنا دايما حلقاتنا بتبقى ذكريات جميله عن الفتره اللي فاتت وايه اللي حصل وبدايتك في كره القدم. انا دايما لما باجي اتكلم بسال دايما في البدايه، لانه في بدايه النجم اللي بيبقى معايا، لانه زي ما قلت في الانترو ان احنا عندك شباب كتير بيتفرج عليك وبيتعلم منك قد ايه الواحد بيتعب لغايه لما بيوصل، سواء لما كنت لعيب كوره ولعبت في ناشئين النادي الاهلي او حتى بعد ما بطلت واشتغلت في مجال التدريب.